أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا أن جمهور المفسرين قد قالوا بأن الآيات الثمانين الأول من هذه السورة المباركة قد نزلت في شأن وفد نصارى نجران، وكانوا 60 راكبا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلوه في شأن المسيح وأمه وافتروا على الله الكذب وقالوا البهتان. وكان مما جادلهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لهم: أما علمتم أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال لهم: أفما علمتم أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا بلى. قال: أما علمتم بأن ربنا قيم على كل شيء يرزقه ويكلأه ويحفظه؟ قالوا بلى. قال: فهل لعيسى ابن مريم من ذلك شيء؟ قالوا لا. قال لهم: أما علمتم أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال: أما علمتم أن الله صور المسيح في رحم أمه وأنه كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال: فكيف يكون إلها؟ لكنهم أبوا وجحدوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات مبينا حقيقة المسيح ابن مريم وأمه عليهما صلوات الله وسلامه. وقد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أن مريم عليها السلام لما خرجت من بطن أمها واستبان أنها أنثى تقبل ربنا جل جلاله نذر أمها بقبول حسن وأنبت تلك المولودة نباتا حسنا وجعل نبي الله زكريا كافلا لها وأجرى لها تلك الكرامة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا،
قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله جل جلاله بين خبر مريم في تلك الآيات. وهذه المرأة الصالحة قد ذكرت في القرآن باسمها 34 مرة، 34 مرة تذكر مريم باسمها، وكان هذا سببا في إسلام بعض قساوسة النصارى. رجل يقال له ميلر، قسيس كندي، هذا الرجل أخذ القرآن وهو يمني نفسه بأن يخرج فيه تناقضات وآيات يضرب بعضها بعضا من أجل أن يبطل دين الإسلام بزعمه. فأول ما فتح القرآن وقع نظره على قول ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وقد زاد غضبه وحماسه من أجل أن يبطل هذا القرآن، لأن القرآن يتحدى. ثم بعد ذلك ما زال يقلب صفحات المصحف حتى وقعت عينه على سورة تسمى سورة مريم، فتعجب أن يكون في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم سورة قد سميت باسم أم المسيح عليهما السلام. فطفق يقلب القرآن وهو يريد أن يجد سورة باسم عائشة، لأنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد سورة باسم عائشة، بل وما وجد ذكرا لاسم عائشة في القرآن الكريم. ثم يقلب صفحات القرآن وجد المسيح عليه السلام يذكر باسمه 25 مرة، تارة يذكر باسمه ولقبه ونسبه، كما في قول الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وتارة يذكر باسمه كما في قول ربنا يا عيسى إني متوفيك، وتارة يذكر بلقبه ونسبه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وتارة باسمه ونسبه، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، 25 مرة يتكرر اسم المسيح. ثم بحث فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه لا يذكر في القرآن سوى 4 مرات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم لم يزل يقلب صفحات القرآن فوجد فيها ذما للشياطين، وأن الله عز وجل يأمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا، وقد تلقى من كباره ومعلميه بأن القرآن ليس إلا وحيا شيطانيا تنزلت به الشياطين على محمد عليه الصلاة والسلام. ثم لم يزل يقلب صفحات القرآن فوجد سورة تسمى سورة المسد، فيها ذكر لرجل اسمه أبو لهب، وعلم أن أبا لهب هو عم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن قد أخبر بأنه سيصلى نارا ذات لهب. وبعد نزول هذه السورة عاش أبو لهب أكثر من 10 سنين لكنه لم يدخل في دين الإسلام. ثم بلغ قول ربنا جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسيح عليه السلام يذكر في القرآن 25 مرة، ومريم تذكر في القرآن 34 مرة، ولم يذكر في القرآن اسم امرأة سواها، ليس في القرآن امرأة ذكرت باسمها إلا مريم.
مثلا نجد في القرآن وأوحينا إلى أم موسى، لكن ما اسمها؟ الله أعلم. وقالت لأخته قصيه، ما اسمها؟ الله أعلم. لا يذكر في القرآن اسم امرأة، امرأة فرعون كما سمعنا في الآيات، ما ذكرت باسمها في القرآن. قال بعض العلماء: والحكمة في ذكر مريم في القرآن مرارا باسمها هو الرد على النصارى، وذلك أن الملوك والأشراف يأنفون أن يذكروا أسماء زوجاتهم على الملأ، لكنهم يذكرون أسماء إمائهم. إذا كانت أمة ملك يمين فإنه لا يبالي أن يسميها باسمها، أما زوجه فإنه يكني عنها فيقول الأهل، أو يقول العيال، أو المرأة قالت كذا، أو الزوجة قالت كذا، ولا يذكر اسمها. الله جل جلاله حين يذكر مريم في القرآن مرارا فإنما يريد تنبيه الناس إلى أن مريم أمة من إمائه، وأن ابنها عبد من عبيده، كما قال جل جلاله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ومريم عليها السلام بعض العلماء ذهبوا إلى كونها نبية، لأنه قد حصل لها وحي وجاءها الملك، كما قال ربنا جل جلاله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وحصل بينها وبين الملك كلام ومراجعة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه لم تكن نبوة في النساء، وإنما النبوة خاصة به الرجال، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. أما كون الملك قد جاءها وكلمها فليس هذا خاصا بها، وإنما الملائكة كلمت زوجة إبراهيم عليه السلام، كما قال ربنا جل جلاله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فبشرناها، كانت البشارة على لسان الملائكة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت، أي مخاطبة الملائكة: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا، مخاطبين إياها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولذلك قال المفسرون: الوحي في القرآن يطلق على أربعة معان. المعنى الأول كلام جبريل للأنبياء بما أمر الله به، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ثم المعنى الثاني الإلهام، كما في قول ربنا جل جلاله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهم النحلة، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم المعنى الثالث إلقاء المعنى المراد في النفس، كما في قول ربنا جل جلاله: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أوحى إلى هذه الأرض بما يريد جل جلاله. ثم المعنى الرابع الإعلام في خفاء وسرعة، الإعلام في خفاء وسرعة،
وهذا ما حصل لبشر كثيرين، مثل ما قال ربنا جل، مثل ما حدثنا ربنا في شأن مريم عليها السلام وغيرها من الناس. نرجع إلى الآيات التي تتحدث عن المسيح وأمه. يقول ربنا جل جلاله: وإذ قالت الملائكة، وإذ يقال فيها مثل ما قيل إذ قالت امرأة عمران، بأن هذا الحرف دائما متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر، وهذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر بهذه القصص العظيمة التي ما حضرها ولا شهدها ولا كان موجودا في زمانها، كما قال ربنا جل جلاله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكما قال جل جلاله بعدما ذكر خبر نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولما ذكر خبر موسى وشعيب قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. للإدخار والتنمية الاجتماعية، الأول في التمويل الأصغر، 40 عاما في خدمة الفقراء والشرائح الضعيفة، 40 عاما في تمويل المشروعات الصغيرة وإرساء دعائم التنمية الاجتماعية، يطل عليكم عبر فروعه وصرافاته الآلية المنتشرة في جميع الولايات لتقديم جميع الخدمات المصرفية والتجارية والاستثمارية، تقديم خدمات طلاب الجامعات، دفع كفالة الطالب الجامعي، تسليف الطالب الجامعي، التقديم والتسجيل الإلكتروني للجامعات، التقديم لطلاب شهادة السودانية والعربية والطلاب الأجانب والوافدين، تمويل مشروعات الخريجين، خدمة دفع الرسوم الجمركية إلكترونية، خدمات الصراف الآلي، تسليم الدعم الاجتماعي لمستحقين. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، رائد الادخار والتنمية الاجتماعية. وبعدما حكى قصة يوسف قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه القصص التي يتلوها هذا النبي الأمي الذي ما عرف عنه أنه كان يتلو كتابا أو يخطه بيمينه، ولا عرف عنه أنه تردد إلى معلم يلقنه، لم يبق إلا أن الله يوحي إليه. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة، الملائكة ها هنا إما أن يكون المراد جبريل عليه السلام، وهذا هو الأقرب، لأن جبريل عليه السلام هو الذي تولى شأن مريم وابنها، وإما أن يكون مجموعة من الملائكة. وإذ قالت الملائكة يا مريم، نادوها باسمها، وفي هذا تكريم، ما قالوا لها يا هذه أو يا امرأة، وإنما باسمها يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك، الاصطفاء مأخوذ من الصفاء والصفوة، وهو الاجتباء والاختيار. إن الله اصطفاك أي اجتباك واختارك، إن الله اصطفاك. وهذا الاصطفاء أيها الإخوة الكرام
دليله أن أمها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، دليله أن الله تقبلها بقبول حسن، وأن الله أنبتها نباتا حسنا، دليله أن الله كفلها ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفاك وطهرك، أي طهرك من الأرجاس والأدناس المعنوية، طهرك من الشرك والنفاق والرياء، طهرها ربنا جل جلاله من الحقد والحسد والبغضاء، طهرها من الالتفات إلى سفاسف الأمور وتوافه الأشياء. أما الأمور الحسية كالحيض والبول والغائط فليس هناك دليل على أن مريم عليه السلام ما كان يصيبها شيء من ذلك، بل هي كسائر النساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمنا عائشة وهي تبكي قال لها ما لك، لعلك نفستي يعني حطي، قالت بلى، قال لا عليك، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا يفيد العموم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يدخل في ذلك مريم وغيرها. فالمقصود بالتطهير هاهنا التطهير من الأرجاس والأدناس المعنوية. إن الله اصطفاك وطهرك، ثم قال واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاصطفاء الثاني بمعنى التمييز والتفضيل، الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار والاجتباء، أما الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل والتمييز. واصطفاك على نساء العالمين، هل المقصود أن مريم عليه السلام هي خير نساء العالمين بإطلاق، أو أن المقصود عالم زمانها؟ بكلا القولين قال جماعة من المفسرين والظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني خير نساء عالمها مريم وخير نساء عالمها خديجة. فالاصطفاء هنا اصطفاء نسبي، اصطفاك على نساء العالمين أي على نساء عالم زمانها. وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مريم وغيرها من الفاضلات حين قال عليه الصلاة والسلام خير نساء العالمين مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سوى بين مريم وآسية وخديجة وفاطمة رضوان الله على الجميع، ثم بين مزية عائشة فقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا لأن الثريد وهو في لساننا الفتة، لأن الثريد يعني أيسر بلعا وأسهل هضما، ما يحتاج إلى مضغ، وإنما يمكن للإنسان أن يبلع منه الشيء الكثير في الزمن اليسير. فالله جل جلاله قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم قال يا مريم اسجدوا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم نداء ثان لها تشريفا وتكريما، يا مريم اقنتي، القنوت هو دوام الطاعة،
القنوت دوام الطاعة. اقنتي لربك، أي قنوتا خالصا لربك. والربوبية هاهنا ربوبية خاصة، كما تقدم معنا الكلام بأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لأوليائه وأصفيائه كما في قول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هنا أيضا ربوبية خاصة لهذه الولية الطاهرة: اقنتي لربك واسجدي. السجود معروف الذي أقله وضع الجبهة والأنف على الأرض، وأما السجود الشرعي التام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يصيب الأنف ما أصاب الجبهة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا سجود لمن لم يجد حجم الأرض، لا سجود لمن لم يجد حجم الأرض، بمعنى أن الإنسان الذي يكتفي بأن يلامس الأرض هذا لا سجود له، لا بد أن يمكن جبهته من الأرض، هذا هو السجود الشرعي. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد استقبل القبلة بأصابعه مضمومة وجافى عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، هذه صفة السجود الشرعي. يكون كل عضو قد سجد لله عز وجل، يمكن الإنسان جبهته وأنفه ويضع كفيه على الأرض وركبتيه كذلك وأطراف قدميه ويستقبل القبلة. وأيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال السجود عن افتراش كافتراش السبع، وهو أن يضع الإنسان ذراعيه على الأرض صنيع الكسالى. واسجدي. طيب السؤال أيها الإخوة الكرام، القنوت ما هو؟ دوام الطاعة. طيب أليس السجود من الطاعة؟ بلى، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، والروح من الملائكة، فمن باب عطف الخاص على العام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، ثم قال: واركعي. والركوع معروف انحناء تقرب فيه راحتاه من ركبتيه. الركوع الشرعي ما هو؟ انحناء تقرب فيه راحتاك، هذه الراحة، راحتاك من ركبتيك. وأما القنوت الركوع المسنون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابع. هناك في السجود قلنا الأصابع تكون مضمومة، أما في الركوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن كفيه من ركبتيه مفرجا بين أصابعه، وكان إذا ركع هصر ظهره وسواه بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر. يعني لو واحد جاب له حلة موية أو كوز موية وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيدفق. لما؟ لأن ظهره مستوي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يشخص رأسه ولا يطأطئه، يعني ما كان يرفع رأسه حال ركوعه ولا كان يطأطئ رأسه، وإنما رأسه في مستوى ظهره صلوات الله وسلامه عليه. قال لها: واركعي مع الراكعين. لما لم يقل لها واركعي مع الراكعات؟ لأنه يصح إدخال المرأة في جملة الذكور،
كما في قول الله عز وجل على لسان الهدهد: إنها كانت من قوم كافرين. يتكلم عن بلقيس، ما قال إنها كانت من نساء كافرات، وإنما قال إنها كانت من قوم كافرين. وقال بعض المفسرين: أضيفت مريم عليها السلام للراكعين لأن الكمل من الرجال كثير، وما كمل من النساء إلا قليل، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهن أجمعين. قال الله عز وجل له: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والسؤال أيها الإخوة الكرام: أي الركنين أولا في الصلاة، السجود أم الركوع؟ ها؟ الركوع. فلما قدم ربنا السجود على الركوع؟ قال له: اسجدي واركعي مع الراكعين. والجواب أن الله تعالى قدم السجود لشرفه، لأن السجود أشرف من الركوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء فقمن، أي فجدير أن يستجاب لكم. لما كان الركوع، لما كان السجود أشرف من الركوع، فإنه قدم عليه في الآية. ولا يقال بأنهم كانوا يصلون بسجود قبل الركوع، لا، الركوع قبل السجود. واركعي مع الراكعين. ثم قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك أي ما كان من كلام الملائكة مع مريم عليها السلام من أنباء الغيب، شيء غاب عنك، لا كنت مشاهدا إياه ولا سامعا ذلك الحوار، ما علمته إلا من طريق الوحي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي عندهم، إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. مريم هي ابنة كبيرهم المقدم عندهم في العبادة، وقد خرجت من بطن أمها يتيمة، فتدافع القوم وتنافسوا من يكون كافلا لابنة ذلك الكبير الكريم الطيب العابد الزاهد الذي كانوا يعظمونه ويجلونه، أيهم يكفل مريم. فزكريا عليه السلام يقول: أنا، لأني زوج خالتها، والخالة بمنزلة الأم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والآخرون يقولون: لا، لست أولى منا، كل يدعي أنه أحق. ولذلك أجروا القرعة، وكانت هذه القرعة عن طريق إلقاء الأقلام في النهر. الأقلام، هل المراد بها ما عرف في لساننا من ذاك الذي يكتب به، أو المراد بالأقلام كما قال بعض المفسرين السهام، وسميت أقلاما لأنها تشبه الأقلام في كونها تبرى؟ الله أعلم. لكن المطلوب منا أن نفسر القرآن على ما عرف من كلام العرب، لأن الله قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والعرب تطلق القلم على ذاك الذي يكتب به، كما قال ربنا جل جلاله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، الأول في تمويل الأسعار، منتجات المصرف المالية والتمويلية، جميع المعاملات المصرفية، التمويل الأسعار، الادخار، الحصالة الإلكترونية، تمويل المشاريع الخدمية والتجارية والزراعية والاستثمارية الأخرى،
تمويل مشروعات البنى التحتية، تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي، الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم والمرافق العامة، أحدث وسائل التقنية في نظم الدفع، بطاقة الادخار الإلكترونية، الصرافات الآلية، تقديم خدمات شرائح المجتمع، صرف كفالة الطالب الجامعي الشهرية بالتعاون مع صندوق رعاية الطلاب، تسليف الطالب الجامعي بالتعاون مع صندوق رعاية الطلاب، التسجيل والتقديم الإلكتروني لطلاب الجامعات، تقديم خدمات مالية ومصرفية لحجاج بيت الله الحرام، صرف معاشات الخدمة المدنية والقوات النظامية وربطهم بالمصرف عن طريق التمويل، صرف مرتبات الأئمة والمؤذنين وربطهم بتمويل الأصغر، صرف الدعم الاجتماعي المباشر لمستحقيه بالتعاون مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. تقدم جميع هذه الخدمات عبر فروع المصرف وصرافاته الآلية المنتشرة بمختلف ولايات السودان بأحدث الوسائل التقنية والإلكترونية. مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، رائد التنمية والصرافة الاجتماعية بالبلاد. قال المفسرون: أجروا القرعة بإلقاء الأقلام، قالوا: من جرى قلمه عكس الماء فهو كافلها. فجرى قلم زكريا عليه السلام، أقلامهم كلها جرت مع الماء إلا قلم زكريا، فقالوا: نعيد القرعة، فمن جرى قلمه مع الماء فهو كافلها. فألقوا أقلامهم فجرى قلم زكريا مع الماء وجرت أقلامهم عكس الماء، فثبت لهم بذلك أن زكريا عليه السلام أحق به كفالتها وأجدر برعايتها والقيام على تربيتها. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني حصل بينهم خصومة، ولا شك أن الخصومة كانت قبل إلقاء الأقلام، لكن أخرت في الذكر من أجل موافقة رؤوس الآية. وما كنت لديهم إذ يختصمون، في الآية دليل على مشروعية القرعة، في الآية دليل على مشروعية القرعة، لو أن الناس احتاجوا إليها فلا بأس بها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، هذا في كل سفر يجري قرعة بين نسائه رضوان الله عليهن. والمالكية جزاهم الله خيرا يقولون: ليس هذا واجبا في كل سفر، وإنما في سفر القربة فقط، سفر القربة زي الحج، العمرة، الجهاد، طلب العلم، صلة الأرحام ونحو ذلك، تجرى القرعة بين النساء. أما إذا كان الإنسان يسافر لغير قربة فإنه يصطحب من شاء. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك، يبشرك يقال فيها ما قيل فيما مضى بأن فيها قراءتين، يبشرك يبشرك بكلمة منه، هذا المبشر به هو الكلمة، المسيح عليه السلام كلمة الله، كما قال ربنا: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أو أن يكون المعنى: إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بكلام سيلقى عليك، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، بكلمة منه اسمه، هذا مبتدأ، المسيح خبره، عيسى خبر ثاني، ابن مريم خبر ثالث، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح كان لقبا له، ولقب بالمسيح
عليه السلام، لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، إن كان أبرص أو كان أكمه يبرأ بإذن الله. وقيل سمي المسيح لأنه كان ممسوحا بالجمال، وقيل لأنه كان ممسوحا بالبركة، وقيل لأنه كان يمسح الأرض يدعو إلى الله، وقيل لأنه كان يلبس المسوح، يعني ما يلبس ثيابا فصلت على أعضاء البدن، وإنما يلبس المسوح كالإزار والرداء ونحو ذلك. المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها أي ذو وجاهة، ذو جاه وشرف في الدنيا، وذو جاه وشرف في الآخرة. أما جاهه وشرفه في الدنيا فالله أكبر، فهو أحد أنبياء الله المرسلين، بل هو أحد أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم، أي أولو الحزم والقوة في دين الله، وهم خمسة ذكروا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولو العزم هم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك من وجاهته وشرفه في الدنيا ما أجرى الله على يديه من الآيات، كما سيأتي معنا البيان، لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يحيي الموتى، وكان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون. وكذلك تكلم في المهدي صبيا بذلك الكلام الفصيح، وأنزل الله عليه مائدة من السماء. يعني تصوروا الآن أيها الإخوان، لو كان طبيب نطاسي بارع متخصص في أمراض العيون، لا يأتيه أعمى إلا عالجه حتى يبصر، كيف يكون جاهه عند الناس؟ يكون جاهه عند الناس عظيم، ستكتب فيه الأشعار وتنظم فيه القصائد وتلقى فيه الكلمات وتساق إليه الهدايا، لأنه فقط يعني يعالج العيون. لكن المسيح عليه السلام ما كان يعالج مطلق العيون، بل كان يبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد أعمى، من ولد أعمى. والآن لو أن الإنسان ذهب إلى الطبيب عافانا الله وإياكم وقد ابتلي بالعمى، فأول سؤال يسأله يقول له: متى أصابك هذا الشيء؟ فإذا قال له: أنا ولدت أعمى، يقول له: هذا الأمر ليس عندنا، وإنما يباشر علاجه إذا طرأ عليه العمى. فالمقصود أن المسيح عليه السلام كان وجيها في الدنيا، وهو كذلك وجيه في الآخرة. ومن وجاهته في الآخرة أن موسى عليه السلام سيحيل إليه حين يفزع الناس إلى موسى، فيقولون له: يا موسى أنت كليم الله، وقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فاشفع لنا عند ربك. فيقول: إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إيتوا غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيفزع الناس كلهم أجمعون إلى عيسى عليه السلام من أجل أن يشفع لهم، لكنه صلوات الله وسلامه عليه من كمال أدبه وتمام علمه أنه سيقول لهم: لست لها، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه عليه الصلاة والسلام. فالمسيح عليه السلام
وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ومن المقربين، ومن المقربين، من المقربين عند الله عز وجل، من المصطفين الأخيار، من ذوي المكانة. ثم قال ربنا ويكلم الناس في المهد. المهد هو الفراش الذي يوضع فيه الرضيع، الرضيع يكون عنده سرير أو مكان معين يوضع فيه ويحفظ ويلاحظ، هذا هو المهد. ويكلم الناس في المهد وكهلا. الكهل ما بين 30 إلى 40، ما بين 30 إلى 40. أنت لست كهلا، أنت شيخ، أنت شيخ. من كان فوق 40 هذا خلاص شيخ، إلى 60، بعد 60 أنت هرم. مش أنت يا شيخ عمر لكن بهناك، أي نعم، هرم. فطيب أيها الإخوة الكرام، أنا أرجو أن تتأملوا. قال الله عز وجل ويكلم الناس في المهد وكهلا. طيب عادي أن الإنسان يتكلم وهو كهل، فلماذا ذكر ربنا كلامه حال كونه كهلا؟ قال المفسرون من أجل أن يعلم أن كلامه في الحالين سواء، وهو كهل كلامه فصيح بليغ مفيد، وهو في المهد كلامه كذلك فصيح بليغ مفيد. يعني ليس كلام صبي هكذا، الآن الصبي يتكلم بأي كلام ونضحك منه ونتخذه مادة للفكاهة، لا، المسيح تكلم بكلام فصيح وهو في المهد. لما أشارت إليه أمه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام أفصح ما يكون وأبين ما يكون عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يبشر مريم بأن هذا المولود سيكلم الناس في المهد ويكلم الناس وهو كهل، وكلامه في الحالين سواء، في فصاحته وبلاغته ووضوحه وإفادته. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. والصالح من صلحت سريرته وعلانيته، من صلح ظاهره وباطنه، صلحت سريرته بأنه كان بريئا من الشرك والنفاق والرياء والحقد والبغضاء والغل والحسد وسائر أمراض القلوب، وصلحت علانيته باتباع الشرع. هذا هو الصالح، صالح ظاهرا وباطنا. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، مثل ما قال زكريا أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. إما أنهم قالوا ذلك استعظاما لقدرة الله، وإما أنهم قالوا ذلك استعلاما عن الكيفية، مثل ما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، استعلام. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني، المقصود بالمسيس الجماع، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ما المقصود بالمسيس هنا؟ الجماع. ومثله أيضا اللمس في قوله تعالى أو لامستم النساء، ومثله الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى
بعض، ومثله المباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال ابن عباس: إن الله تعالى حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك. وها هنا قف يا شيخ مصطفى، قال: كذلك، يعني الأمر كما قلت لم يمسسك بشر. قال: كذلك. ثم الله يخلق ما يشاء جل جلاله. الله يخلق ما يشاء، قد يخلق بشرا من غير أب ولا أم كآدم، وقد يخلق بشرا من أب بلا أم كحواء، وقد يخلق بشرا من أب وأم كسائر الناس، وقد يخلق بشرا من أم بلا أب كالمسيح عليه السلام. الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا. القضاء أيها الإخوان في القرآن نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا بمعنى حكم، الحكم الشرعي. أما القضاء الكوني فكما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله جل جلاله لا يأمر بالفساد شرعا، وإنما المقصود هنا القضاء الكوني. ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ إذا كنتم مستيقظين، إذا كنتم نائمين نؤجلها للغد، نائمين خلاص بكرة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.